السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. دموع الفرح لطالبة جزائرية بعدما أهدت عمرة إلى البقاع المقدسة لوالدها. حدثت قبل ساعات قليلة طالبة جزائرية اسمها دعاء تحصلت على المرتبة الأولى في مسابقة ترتيل وحفظ القرآن الكريم بجامعة خميس مليانة، فازت بعمرة إلى البقاع المقدسة، لكنها أصرت أن تهديها لوالدها بعد أن فازت بها، واتصلت به أمام الحاضرين من أجل أن تفاجئه وهي ودموع الفرح، وقالت له: راني جبت لك بابا العمرة، ربي يحفظها إن شاء الله. والجميل في الأمر أنها أصرت، وهي في الحقيقة أهدت لك العمرة، وأصرت أننا نتصل به ومشروع بهذه المشاركة، ورانا نسمع فيك واش تقدر تقول للطالبة واش تقدر تقول للجمهور اللي راح حاضر معك. نعمة طالبة، نعمة الرجل.